السلام عليكم. طبعاً في هذا الفيديو راح ننفذ خاصية الـ HTML Colors. احنا تعلمنا ان شلون نخلي background بالنسبة للصفحة، بس ما خلينا background بالنسبة للبارغراف او بالنسبة للـ H1 H2 H3 الى اخره. طبعاً حتى نخلي background الهن ممكن نستخدم الـ style نفس ما خلينا background بالنسبة للبادي كامل. خلينا نجي هنا هذا التعليق نحذفه، نحذف هذا البعض منه، تمام. ممكن نسوي هذا باراجراف ايضا، باراجراف ونخلي هذا H1 بهذا الشكل. إذن هذا نحذفه، ما راح نحتاجه، ما راح نحتاج BR حتى ننزل سطر. نسوي له رفرش راح يظهر لي بهذا الشكل. طيب اذا اريد الون هذا الباراجراف اخلي الباك جراوند مالته مختلف، مجرد راح اجي على البي اقول له ستايلز باك جراوند كولور، ممكن اختار هذا، اسوي له رفرش راح يظهر لي عندي بهذا الشكل. ممكن الاتش 1 اخليه بستايل وحده، ستايل اخلي له باك جراوند كولور لون تيال مثلا، اجي اسوي له رفرش راح يظهر لي بهذا الشكل. ممكن اخلي له تكست الاين ايضا، تكست الاين سنتر، اسوي له رفرش راح يظهر لي بالسنتر. خلينا نكبر هذه الصفحه، لاحظ انه ظهر لي بالسنتر، باك جراوند مالته لونه تيل، هذا الباك جراوند مالته باللون الاحمر تقريبا. طيب نقدر نخلي اي لون من ذني، ممكن نسوي اورنج، اجي ارفرش راح يصير باللون اورنج. اي لون ممكن اختاره، ممكن اضع مثلا هاش بهذا الشكل، اجيب الالوان، تمام. لو اسوي رفرش راح يكون لونه باللون الابيض. هاي بالنسبة لخاصية الباك جراوند. ممكن اني اضع نحذف هذا الباك جراوند، ممكن اضع بوردر ايضا. شنو فائدة البوردر؟ انه احدد هذا الباراجراف داخل مستطيل، فراح اكتب بوردر، بوردر بهذا الشكل. هنطيح على سبيل المثال حجمه 2 بكسل، اسوي له سول، طبعا 2 بكسل هسه راح نعرفها اللي هو حجم البوردر سوليد، وايضا اعطي مثلا اورنج او ريد، اورنج ريد اللي هو اللون بالنسبة للبوردر. اجي هنا اسوي رفرش راح نلاحظ صار داخل مستطيل. ممكن اكبر البوردر اكثر، خليه 4، لاحظ انه السمك مال البوردر اختلف، طبعا 1 أو 2 هو افضل شيء. هذا السمك صار عندي داخل بوردر. هذا طبعا بالنسبة لكيفية تغيير الالوان وكيفية وضع بوردر. طبعا ممكن انا اخليه بهالشكل او بهالشكل، هاي مجرد تغيير الوان. ممكن استخدم هذا اللون بالباك جراوند، انا ممكن استخدمه بالبادي بهذا الشكل، راح اغير لون البادي. لو اقول رفرش لاحظ لون البادي، البادي اصبح باللون الباهت. طبعا الى نهاية الفيديو، اتمنى استفادتم من هذا الفيديو. طبقنا بعض التفاصيل الخاصة بالكولر والباك جراوند كولر وايضا البوردر. ننتظركم بالفيديو القادم، راح نشرح عن خاصية ال HTML مع CSS. شكرا لمتابعتكم.